السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو عندك آلام أسفل الظهر والآلام دي مزمنة وكل العلاجات الطبية ما جابتش أي نتيجة معاها، كل اللي بطلبه منك يا أخي الكريم غمض عينك وإن شاء الرحمن مجرد ما تنتهي الرقية الشرعية اللي أنا عاملها لمدة 10 دقايق ديت بإذن الله هتنتهي الآلام اللي موجودة أسفل الظهر. كذلك أنت يا أختي الكريمة لو بتشتكي من آلام أسفل ظهرك أو آلام في الرحم، كل ما أطلبه منك الآن إنك أنت تغمضي عينك وتستمع ليا إن شاء الرحمن. ولكن في البداية عايزك تقوم تتوضى كده، وانت تقومي تتوضي، قومي توضوا لحظات، ما راح تخسر شيء. اتوضيتوا؟ طيب اغمضوا عينكم واستمعوا لي الآن. بسم الله بسم الله بسم الله. أي عارض من مس أو سحر أو عين أو حسد بيسكن أسفل الظهر ينتقل إلى القدم اليسرى الآن طاعة لله. تسحب الآلام اللي موجودة أسفل الظهر إلى القدم اليسار. تسحب الآلام اللي موجودة أسفل الظهر الآن إلى القدم اليسرى. بسم الله. ينتقل الألم اللي موجود أسفل الظهر الآن إلى القدم اليسرى بأمر الله. بسم الله. أي عارض من مس عشق بيسكن في الرحم ويسبب آلام في الرحم، أحرج عليك بالله العلي العظيم أن تترك الرحم الآن وتنتقل إلى القدم اليسار. يسحب مس العشق اللي بيسكن في الرحم إلى القدم اليسار. يسحب مس العشق اللي بيسكن في الرحم الآن إلى القدم اليسرى. بسم الله. يسحب مس العشق اللي بيسكن في الرحم الآن إلى القدم اليسار. أغمض عينك يا أخي الكريم. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفه ونفخه. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفجرنا فيها من العيون فيهما عينان تجريان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بسم الله. يسحب الألم اللي أسفل الظهر الآن. يسحب الألم من أسفل الظهر الآن. يسحب الألم اللي أسفل الظهر الآن. يسحب الألم اللي أسفل الظهر الآن. يسحب الألم اللي أسفل الظهر الآن. أخي الكريم، فضلا وليس أمرا، حاول أنك أنت تنام على ظهرك بس لدقائق بسيطة. لا تقلق، ها، حاول أنك أنت تنام على ظهرك. بسم الله. بسم الله. يسحب الألم اللي أسفل الظهر إلى القدم اليسرى، ويسحب الألم اللي في الرحم إلى القدم اليسار. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قم وقف الآن، حرك ظهرك، حاول أنك أنت توطي كده وترفع كأنك بتاخد هيئة الركوع للحظات بسيطة. راح الألم الآن من أسفل الظهر؟ راح ولا ما راحش؟ كذلك أيضا راح الألم الآن من الرحم؟ لو أنت حسيت بتنميل أو برودة في رجلك اليسار، أو حسيت فجأة أن في حاجة بتنتقل من ظهرك لرجلك اليسار، أو حسيت أن في شيء بينتقل من رحم للرجل اليسار، فهذا لا شك الأذى اللي كان موجود، وإن شاء الرحمن يخرج بإذن الله. الآن لو أنت حاسس بالتنميل أو تقل وحاسس أن ظهرك لسه مخفش، حاول أنك أنت تنسدح مرة تانية، آخر مرة، آخر مرة، ما تقلقش. ها، نام على ظهرك، نمت، ركز معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسحب الألم اللي أسفل الظهر الآن ويسكن موضعه بأمر الله. يسحب الألم اللي في الرحم ويسكن الألم تماما ويختفي بأمر الله. يسكن الألم. بسم الله. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون.
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسلسل ويغلغل كل من يؤذي هذا الجسد ويسحب بأمر الله، يسكن الجسد بأمر الله. بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الآن جرب ظهرك، حرك ظهرك، خف الألم، إن شاء الله خف الألم إن شاء الرحمن. لو استفدت بالرقية ديت ما تنساش يا أخي الكريم إنك أنت تشيرها لأصحابك فتدل على الخير كفاعلي. ولو أنت حسيت بتنميل أو برودة في رجلك اليسار أو إن الألم خف بنسبة 70% أو 60%، قرر الرقية ديت أكثر من مرة لحد ما ينتهي الألم تماما، وإن شاء الرحمن ثق بالله إن الألم حينتهي بإذن الله. وحاول إنك أنت تسمعها من أولها لآخرها وأنت مسترخي ونايم على ظهرك عشان تجيب معاك إن شاء الرحمن نتائج طيبة. وما تنساش انك انت تغمض عينك وتكون متوطي، ما تنساش انك انت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتدوس على زر الجرس اللي جنب كلمة اشتراك او سبسكرايب عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو. وما تنساش انك انت تشارها لاصحابك فتدل على الخير كفاعله. ليكم اطيب تحياتي، انا اخوكم يوسف احمد، دمتم في حفظ الله، واسال الله عز وجل ان يجعلها في ميزان كل من قام بنشرها. اللهم امين يا رب العالمين.